حبيبي، في ناس بيقولوا يا ترى لو طلبت منك اريا واديتك حاجات زي كده، ده يا مستر لو خدت بالك دي هاف سيركل اسمها سيمي سيركل. المفروض لما بكلمك عن السيركل انت تفتكر باي ها ار سكوير. طب ودي الهاف بتاعها، يبقى هقول له ايه؟ هاف باي ار سكوير. يعني ايه يا مستر؟ طالما ما فيش ساين يبقى انا بعمل شكرا، يبقى هاف واقول تايمز وهو هيدي لك الباي، ما تشغلش بالك. اهي يا مستر، والار بتاعتك ما هو مديك الار اهو، فتبقى 7 الباور 2. شكرا. تعال بقى هنا، دي كان الرغيف قسمته ديفايد 4، فده بقى كوارتر. بقى ايه؟ كوارتر، يعني كوارتر الباي ار سكوير. يعني بدل الهاف هتكتب كوارتر وتكمل بنفس الطريقه. في مشكله؟ تعال بقى نشوف دي. ايه ده بقى مستر؟ برضه عايز الاريا. اقول له معرفش، امال هعمل ايه؟ هقسم البارت ده لوحده ريبريزنت الايه؟ هاف، يبقى ده هاف. طب والبارت ده؟ طب هاف وهاف 1، طب ما هي سيركل كامله، يبقى دي باي ار سكوير بلس. والبارت ده كله عباره عن ايه؟ عشان ده ريكتانجل، يبقى اقول له لينث تايمز ويتس، وابتدي اقول له ادي 22 اوفر 7 والار ب 7 الباور 2، ومعلش النونه زعلانه عشان انا صوتي عالي، واللينث ب 12 والويتس ب 7، كل ده في الخلاط. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم.